الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأحييكم، وهذا لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء نتحدث عن الأب، القدوة والصديق. لا شك أن احترام الوالدين له مكانة ومنزلة عظيمة، فلهما منزلة كريمة وعظيمة في الإسلام، وهذا ما حثنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحدث القرآن الكريم عن احترام الوالدين والإحسان لهما، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على طاعة الوالدين واحترامهما وأن نقتدي بهما، هذا هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نتحدث عن أهمية الاقتداء بالأب، وكيف نتخذ الأب صديق، وكيف يصادق الأب أبناءه. من المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمع في هذه الآونة انفصال الأب عن الأسرة، أو أن يعيش كل إنسان في جزيرة منعزلة عن الآخر، تجد البيت ليس آمنا مطمئنا كما أراد الله عز وجل، ليس هناك رحمة ومودة كما أمرنا الله عز وجل ورسوله الكريم. في هذا اللقاء الطيب المبارك نتعرف على هذا الموضوع الهام بصحبة ضيفين كريمين. أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور مؤمن إبراهيم الخليجي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك يا دكتور. أهلا بك. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ أحمد سعد محيسن من علماء وزارة الأوقاف أيضا. أهلا بك فضيلة الشيخ. اسمح لي أبدأ مع فضيلة الدكتور مؤمن. دكتور مؤمن، يعني لا شك أن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا وعظيما بالوالدين ومكانة الوالدين واحترام الوالدين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا يعني، ولكن في هذا اللقاء نتحدث عن القدوة في البيت وهو الأب. كيف احترم الأب الله عز وجل الأب والأم، وحسن على احترام الأب والأم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما دامت الآخرة إلا بعفوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، لا راد لفضله ولا معقب لقضائه ولأمره، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أولا أحييكم وأحيي جميع المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا، ونقول هذا الدعاء: اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وأخرج منا ما يرضيك عنا. والله هذا الموضوع يعني شيق جدا، وهو أن يكون الأب قدوة وصديق. وطبعا هذا الأمر ما ترك، ولكنه وجد في صورة من صور القرآن الكريم، وهي سورة لقمان. انظر كيف بين ربنا جل وعلا فضل لقمان أولا، القدوة الذي سيعظ ولده أولا، فقال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أدي القدوة، ده اللي هيكون قدوة لأب، لكل أب من الآباء: اتعظ وخذ لقمان عليه السلام قدوة. فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم بعد ذلك لما صار قدوة، صار حكيما، صار كل الناس تنظر إليه بصفات الجمال والجلال وصفات الحكمة، الحكمة التي يخرج منها كل كلام صالح. أول ما بدأ بمين؟ انظر بها، ما رحش للجيران ولا راح بدأ مثلا في قبيلة دون قبيلة، لا، ابتدأ ببيته هو أولا. فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، مش شده وجذبه وضربه ويفعل لا تفعل، لا، بمحبة وهدوء. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ويبدأ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ يعمل له أسس ووصايا، يبدأ يسعى من خلال الصغر إلى أن يكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لكل الآباء ولكل الأمهات. أتى بالطفل الصغير اللي لسه هيبدأ، لسه ينمو، وهو غلام صغير، وسيدنا عبد الله بن عباس
رضي الله عنه وأرضاه، قل له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم نزل حتى إلى الغلام وأراد أن يعلمه لأنه هو القدوة. فلذلك أنا أقول لكل أب ولكل أم، حاول بقدر الإمكان أن تكون قدوة لولدك أولا. فعيب عليك يعني كما قال الله عز وجل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعيب أن الأب مثلا يعظ ولده وفيه كل الخصال هذه السيئة، كيف يعني كيف يتقبل هذا الولد من والده هذا الكلام؟ فلذلك لابد للوالد أن يكون حريصا أن يكون قدوة في نفسه أولا ثم قدوة لغيره. فلذلك احنا حتى عندنا يقول لك إيه، أدب ولدك، يعني حنقول لك إيه، بلك لاعب ولدك سبعة أهو ابدأه، يعني ايه ملاعبة؟ نزل من الأب إلى الملاعبة قال أي الله يفتح عليك، قال لاعبه سبعة، ثم بعد ذلك أدبه سبعة، ثم بعد ذلك آخيه سبعة. يعني آخي، حتى احنا في المثل بتاعنا البلدي إن ابنك كبر خوي، يعني ايه خوي؟ يعني اجعله أخا لك. وسبحان الله، أنا والله ما وجدت أبا صار أخا لولده إلا وحدث يعني عجائب جميلة جدا. تصير إن الولد يحب أباه جدا لدرجة إن هو يعني يثق به تمام الثقة، يقول له يا بابا والله أنا عندي 1 2 3 4 تنصحني بإيه؟ وعارف إن هو مش هيشده ولا هيعمل في أي حاجة. ليه؟ لأنه مستأن إن هو ينصحه. وعارف بقدر الإمكان إن هو لن يضره، بل بالعكس سيشده من أزره وسيسانده. فإحنا عايزين فعلا الحكاية دي جدا، وإحنا محتاجينها بداية من أول لقمان اللي جيه وصى ابنه ووضع له هذه الأسس وهذه القواعد التي صارت قواعد من عنده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسنت فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أحمد سعد، يعني لا شك أن التربية بالقدوة من أهم الأمور التي يجب علينا أن نحرص عليها في حياتنا، فالتربية بالقدوة خير من مئات النصائح وآلاف النصائح. حينما يرى الولد والده يصلي مثلا أو يفعل أفعال طيبة، لا شك أن الولد ينشأ على هذه الأخلاق الطيبة. حدثني عن أهمية التربية بالقدوة فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأحياكم الله جميعا وحيا الله جميع المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء فاتحة خير وبركة يا رب العالمين. اللهم أمين. طيب، عطفا على ما ذكره أستاذنا الدكتور مؤمن بارك الله فيه وحضرتك، الأب هو القدوة وهو المعلم، وهو المثل الأعلى لأبنائه وبناته. يعني كما يقول الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا أراد الأب أن ينشأ أبناؤه صالحين فعليه أن يصلح من نفسه أولا، عليه أن يبدأ بنفسه وأن يكون قدوة لهم، يعني يرون في أفعاله وفي أقواله تطبيقا عمليا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم الغلام سيدنا عبد الله بن عباس هذه الكلمات الرائعة، ويعلم أحد الغلمان الآخرين، يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أولا ليتعلم منه أبناؤه كذلك. صحيح. فالأب هو القدوة. يعني إذا أراد الأب أن يعلم أبناءه الصدق فعليه أن يكون صادقا وألا يكذب. إذا أمرهم بالصلاة فعليه أن يبدأ بنفسه أولا. صحيح. يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أن يكون الأب قدوة لأبنائه في هذا، فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. جميل. وقال صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأب هو القدوة وهو النموذج العملي لأبنائه الذي يقتدي به الأبناء، فإذا صلح الأب صلح الأبناء بإذن الله تعالى. أحسنت فضيلة الشيخ أحمد سعد. فضيلة الدكتور مؤمن، أيضا ونحن نتحدث عن الأب القدوة والصديق، يعني مع تطور الحياة فضيلة الدكتور ودخول العالم في عالم الإنترنت والقرية الواحدة، العالم أصبح قرية واحدة، الجميع يعني يعرف الأخبار سريعا في أوقاتها، يعني كيف نصادق أولادنا في مثل هذه الظروف؟ يعني بعض الآباء لا يجد وقتا لمصادقة أبنائه، لا يجد وقتا لأن يجلس معهم، لأن ينصحهم، لأن يعني يرشدهم.
والموبايل ومثل هذه الملهيات في حياتنا. كل إنسان تجد يعني يعيش في جزيرة منعزلة عن الآخر. كيف نترابط ونعود لما كنا عليه؟ كيف تعود الأسرة لما كانت عليه من محبة ومودة واجتماع للأبوين مع أولادهم؟ هو شيء جميل أن الواحد يتطور مع الحياة. صحيح. والإنسان لابد أن يتطور ولا ألا يكون جامدا. نعم. والدليل على كده سيدنا علي بن أبي طالب الكلمة جميلة حلوة، قال علموا أولادكم لزمان غير زمانكم. غير زمانكم. نعم. لأن الزمن بتاعي بيتغير. صحيح. بعد كده بيتبدل. يعني أنا أجد بعض الآباء بيتعلموا أشياء ممكن عنده 60 سنة و70 سنة. تعرف ليه؟ مش عشان أولاده، عشان أحفاده. صحيح. ولكن أنا قاعد مع أحفاد أتعلم منهم. نعم. وألاقي واحد جد يمسك التليفون أقول له علمني أنت تعمل كذا وكذا وكذا. أبقى إيه رأيك ما نجي نتعلم 1 2 3 4؟ والله هجيب لي فكرة جميلة وحلوة والله، لأنها هتعلمها وأبدأ أنشرها وأسعى ليها والخير يعلك أنت. جد شوف الموضوع مش إيه، مش حتى قائم على الأب فقط، لا ده على الجد. شوف حتى الجد بيصل بيه أنه هو يجلس مع أبنائه وأحفاده على أساس أنه هو يواصلهم. ليه؟ لأنه عارف أن الزمن بتاعه مش زي الزمن الموجود الحالي بتاعي. نعم. فلذلك الأب أو الجد يحاول بقدر الإمكان حتى لو وقت قليل. يعني أقول لك حتى يعني والله حتى لو بالسلام. نعم. يعني حتى بالصباح السلام عليكم. الأمر كله مش قائم على التكاليف المادية وفقط. صحيح. أنا بعطيك اللي أنت عايزه وتجيب اللي أنا عايزه وخلاص. نعم. مش مجرد بنك أو خزن فلوس يعني. الله يفتح عليك. لا، هو الأصل أن أنا أقعد معه حتى على الطعام. يعني جلسيت. نعم. حتى معي الطعام ديت ومدعبته وأخده معي في الكلام والرد، ده شيء جميل جدا. فلذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. بيعمل الله ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجلس حتى اذا جاء اي طعام ما كانش يستخبى ولا حاجه. نعم. ده كان بيجمع اهله عليه وصفره. صلى الله عليه وسلم. لان هو عارف ان الطعام ده فيه ألفة. نعم. فيه. نعم. موده. صحيح. لا ليس هذا فحسب. لا انا بقول لك لدرجه ان الولد، انا بقول ايقن، لو ايقن الولد انه من جانب ولانه يامن جانبه في كل شيء سيصادقه في كل شيء. نعم. بل بالعكس، لو اي فيديو حتى جديد قول له يا بابا ايه رايك لما تشوف الفيديو ده، ده ينفع انشره ولا ما انشروش؟ نعم. نعم. والله ايه رايك فيه؟ ده جميل، هقول لك كمان جوان وهشير لك كمان. جميل. واعمل لك مشاركه كمان وافرح بيك كولد. شفت الفكره ازاي؟ ده مش بس كده، ده انا رايته بعض الاباء. يعني انا ماسك في جامع سيدنا عمرو العاص باجد اباء ايه اللي ياتي بولدي يقول اني اريد ان اعلمه القران. نعم. تمام. ابا انا عايز اعلمه، ايه اللي خليك تعلمه القران؟ يقول لك انا كنت قاعد معاه في البيت. قول له يا ابني انا نفسي اموت ولك حافظ صوره من القران بس، ممكن. نعم. تنفذ الوصيه دي؟ نعم. شوف عمل ايه، ما ضربوش ولا شده ولا عدوا. لك نفسي فيه امنيه. اه والله يا بابا ابشوف المسجد الفلاني وانا هاجي وهبدا. جميل. احفظ القران الكريم. أحسن. شوف يعني شوف تواصله. صحيح. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا اللقاء، فابقوا معنا الكرام. أرحب بحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور مؤمن الخليجي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك مرة أخرى دكتور، ورحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد سعد محيسن من علماء وزارة الأوقاف أيضا. أرحب بك شيخ. فضيلة الشيخ، يعني ونحن نتحدث عن الأب القدوة والصديق، يعني فضيلة الدكتور تحدث عن أن يكون الأب دائما يعني يتباسط مع أولاده، يكون صديق لهم، محبا لهم، فالتربية بالمحبة وبالصداقة تكون أفضل وأسرع في التأثير. نعم. لو تحدثنا على صورة معاكسة وهو عقوق الوالدين، يعني هناك بعض الأبناء لا يتقبل النصيحة من والده، بعض الأبناء يتمرد دوما على والديه، خطورة العقوق وعدم أن نطيع الوالدين، خطورة ذلك على الأولاد وخطورة ذلك في الدنيا والآخرة؟ بارك الله فيك يا دكتور. العقوق كبيرة من الكبائر. نعم. وقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم ببر الوالدين في آيات كثيرة. صحيح. حتى أنه قرن الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى. نعم. كما تفضلت حضرتك في بداية الحلقة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فالعقوق كبيرة من الكبائر، وهو من الأمور التي تعجل في الدنيا. نعم. يعني من عق أبويه عقه أبناؤه في حياته. لا يعني كما يقول كما تدين تدان. كما تدين تدان. هذه قضية من القضايا المسلم بها.
فالعاقل الإنسان منا مهما كان في مقتبل العمر أو في مرحلة الشباب، نعم، ينبغي عليه أن يتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس، يعني حتى أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة قبر أمه، نعم، بعد موتها، نعم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن الكريم يضرب لنا مثلا رائعا في البر، وهو سيدنا إبراهيم، نعم، عليه السلام، أبوه كان على غير دينه، فقال له وتوجه إليه وقال برفق ولين بألطف العبارات، قال، نعم، له يا أبتي، نعم، لما، نعم، تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نعم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، نعم. فالواحد منا ينبغي أن يتذكر وأنه إذا عق أباه أو عق أمه أنه سيلحق به العقوق في حياته من أبنائه قبل أن يلقى الله عز وجل، نعم، فيبوء بهذا الاسم. والعقوق كبيرة من الكبائر كما، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالإحسان إلى الوالدين، نعم، حينما، نعم، سأله أحد الناس وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، نعم، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فينبغي أن نحسن إلى الوالدين وأن، نعم، نبرهما في حياتهما حتى يبرنا أبناؤنا في حياتنا. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. دكتور مؤمن، يعني لا شك أيضا أن طاعة الوالدين سبب عظيم من أسباب التوفيق في الحياة والنجاح في الحياة. يعني لو حدثتني عن كيف يمكن أن يصادق أو يطلب الولد أيضا مصادقة والده، يعني حتى ربما يكون الأب مشغولا ربما كذا، كيف يعني نقرب بين الأب والابن حتى تكون هناك صداقة، يكون هناك محبة ومودة؟ ما هو الواجب على الوالد والواجب على الابن حتى تدوم هذه العلاقة؟ هو أولا لازم ننتبه لشيء، وهو إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح. لو عرف الأب إنه هو دول له رعية ومسؤول عنهم، صحيح، هيحدد أي وقت بقدر الإمكان هو يقعد معهم، نعم، لأن العقوق بالذات وهو من الأشياء التي تقسم بين العلاقة ما بين الولد والولد، الوالد والولد، العلاقة بتاعتهم بتذهب، نعم. والدل على ذلك إن لما جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا أمير المؤمنين إن لي ابنا يعقني ويسبني ويشتمني، نعم، قال أتني بولدك. فلما جاء الولد فقال الولد لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ما حق الوالد على ولده؟ هو عايز حق، صح، نعم، بس خلي بالك في حاجة قطعت ما بينه وبينه الأول، نعم، عشان أكمل العلاقة دي. قال له ما حق الوالد على ولده؟ فقال أن يختار أمه، نعم، وأن ينتقي اسمه وأن يعلمه شيئا من القرآن. فقال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي هذا اختار لي أما زنجية مجوسية كانت تعمل لمجوسي، لا إله إلا الله، وسماني جعلا أي خلفساء، نعم، وما علمني شيئا من القرآن. القرآن، نعم، يعني شوف تركه، ترك المصاحبة خالص، ترك المصادقة خالص، نعم. فقال أمير المؤمنين لهذا الوالد لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، نعم، وأسأت إلى ولدك قبل أن يسيء إلي. صحيح. عشان أعمل مصادقة بين وبين ولدي لازم أنا أهل البيئة الأول. صحيح. لازم أنا أكون عندي زوجة صالحة. إيه اللي تحصل؟ يكون بيني حتى وبين الزوجة، بين وبين الزوجة كلام ومداولة، نعم، أعضل، نعم، كذا في ولدك كذا عمل كذا وكذا. أب خلاص هو عارف إن في الأول والآخر الأم هترجع هتقول في واحد اثنين ثلاثة أربعة، فهو الأول لازم أهيئ البيئة عشان يحصل المصادقة، نعم، لازم أهيئ البيئة بتاعتي عشان يحصل هناك قدوة. يا بني هو اختر لي قدوة، اخترت لك أما صالحة، نعم، سميت لك اسما صالحا، مش بس كده، علمتك شيئا من القرآن تسير عليه، لأن اللي في القرآن ده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم، ووصينا الإنسان بل. فالولد لم يقرأ هذه الأشياء يبقى فيه. وممكن تكون خلي بالك الصداقة والقدوة بالإشارة، نعم، يعني إيه، نعم، بالإشارة يا مولانا؟ يعني بنظرة الأب فقط، مجرد نظرة، يعني، نعم، مثال بسيط، وهو إن في أب جاله جواب من المدرسة قال له ابنك كسر المقاعد بتاع المدرسة، فماذا فعل؟ فذهب الولد إلى المدرسة فجلس أمام مدير، فإيه اللي حدث؟ قال له والله ابنك كسر المقاعد دي كلها وحسابها كالتالي، نعم. فطبعا ابنه جالس أمامه، ماذا فعل الولده؟ قال يا بني إذا لم تستطع أن ترفع رأسي فلا تنزل رأسي إلى الأرض، نعم، بس كلمة واحدة، نعم، فقط. الولد من بعدها
قال والله هذه الكلمة قتلتني. نعم. لا زنبوا ولا شتموا ولا 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 أي هذه الأشياء، ولكن فعل كلمة بسيطة جدا، قال له يا بني إذا لم تستطع أن ترفع رأسي فلا تنزل رأسي إلى الأرض. نعم. فدي صحيح. إن إحنا عايزين إن إحنا ممكن تكون بالإشارة القدوة، ممكن تكون بالكلام. نعم. الكلام الحسن، أهيئ البيئة عشان ابن ذات نفسه لما يجي يظهر في بيئة معينة يلاقي البيئة تساعده. صحيح. بيئة قرآنية، بيئة. نعم. جميلة. أم بسم الله ما شاء الله تطيع الله عز وجل. نعم. ولا تعصي زوجها. عندي بنت له أخت بسم الله ما شاء الله قدوة له، ليه؟ أن يتخذ قدوة من أبيها الأول. نعم. ذاكرت. نعم. وشاطر. لأن إحنا كان يقول لك إيه الولد الأولاني لو طلع شاطر الثاني يكون وراه. صحيح. قال لك الأولاني واقع ما إزاي الثاني يجي وراه. نعم. قال لك ما أخويا هو. نعم. إذا كنا فعلا حتى شوف حتى الأب ممكن يخلي ابنه الأول الزوجة الأول قدوة، ثاني عنده الولد الأول أو البنت. نعم. الأولى، وهكذا تمشي القدوة. جميل. حتى نجد بيتا كله معافى من الإيه. نعم. من جميل. الأشياء اللي احنا بنراها الآن في هذا المجتمع. صحيح. أحسنت فضيلة الدكتور. الله بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أحمد سعد، يعني نأخذ من كلام فضيلة الدكتور، يعني استقرار الأسرة. نعم. هو سبب عظيم من أسباب حدوث حالة من الصداقة بين الأبناء والأباء والأمهات. نعم. أهمية استقرار الأسرة وأهمية أن لا يحدث شقاق أو خلاف بين الزوجين، لأن ذلك يؤثر مباشرة على الأولاد. كيف نجعل بيوتنا آمنة مطمئنة كما قال تعالى في كتابه العزيز، يعني وجعل بينهما مودة. نعم. ورحمة. نعم. نعم. الأسرة هي النواهي الأولى للمجتمع، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله. نعم. وقوام الأسرة يقع على عاتق الأب والأم. نعم. فالأب إذا أحسن في أسرته وتعامل معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أسرته بالرفق واللين، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تروي لنا كتب السيرة والسنة أنه كان إذا دخل بيته يكون في مهنة أهله. نعم. يحيك ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، يداعب الأطفال الصغار ليكون هناك يشيع جو من الأنس والمحبة والألفة داخل البيت. فيعني يدخل عليه الأقرع ابن حابس وهو يقبل أحد الصبيان الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيتعجب هذا الرجل الأعرابي. نعم. جاف الطبع غليظ، فيقول يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم؟ لا يرحم. لا يرحم. فإذا تعامل الأب في بيته مع زوجته ومع أبنائه باللطف وباللين وبالرفق كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيشيع جو من الألفة والمودة والمحبة داخل الأسرة. نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا. نعم. رضي منها آخر، يعني قد تكون. صحيح. الزوجة فيها بعض الأخلاق حميدة وأخلاق. نعم. أخرى غير ذلك، ينظر إلى الجانب الإيجابي ولا ينظر إلى الجانب السلبي ويتعامل. نعم. مع أبنائه بهذه الطريقة، يعني يصادقهم ويعاملهم كما كان صلى الله عليه وسلم يعامل أبناءه وبناته. فإذا استقرت الأسرة. نعم. صلح الأبناء والبنات. جميل. بإذن الله تعالى. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ. خلي. أخيرا دكتور مؤمن، يعني أهم النصائح التي تقدمها للآباء والأمهات في معاملة الأبناء، كيف نعامل أبناءنا، ما هي أهم الحقوق التي يجب علينا أن نراعيها في هؤلاء الأبناء، كيف نصادقهم، كيف نتقرب إليهم؟ التقرب إلى الأولاد سهل بسيط جدا. نعم. هو إيه؟ باللين والرأفة والرحمة. ليه؟ لأن الإنسان كلما كان خلقه عاليا. نعم. استطاع أن يجذب الناس إليه، فما بالك لما يجذب أولاده. وصفك إزاي؟ يعني أنا أنظر إلى الولد أو البنت حينما أجالسها وتجالسني، لما ترى فيه قدوة صالحة. نعم. قل يا بابا أنت اللي تنصحني، قل لي أعمل إيه لما تحصل أي مشكلة أو أي مشكلة من المشكلات، هتقول لي يا بابا والله واحد اثنين ثلاثة أربعة. لا أقول لك الحاجة والأجمل، لا ممكن حتى في الخطوبة، في الخطوبة تقول لي يا بابا والله شوف أنا مش هخطب واحد إلا لما يكون في نفس الصفات بتاعتك. ليه؟ نعم. ما رأيته من احترام لوالدتي. نعم. عمرك. نعم. ما عمري في يوم شتمتها، عمرك ما أذيتها، عمرك ما رفعت الصوت عليها، بل العكس تقدرها وتعلي من شأنها. أنا عايز أتزوج برضو ألاقي واحد نفس القدوة دي، فأنا عايزك تشاركني حتى في الإيه؟ في الخطوبة. أنه أتقول لك يا بابا أنا جاي لواحد وخلاص الموضوع، أنت أنا خلصت معك الكلام. نعم. لا ما ينفعش. نعم. لازم يكون في مشاركة. أبقيت المشاركة. صحيح. منين؟ لأنها رأت فيه ززوجا مثاليا في البيت وأبا مثاليا في البيت. صحيح. وكذلك الولد، الولد ذات نفسه يأتي يقول له يا بابا والله نفسي تختار لي مثلا زوجة معينة. نعم. أو الأم يذهب إلى أمي يقول لي يا أمي والله أنت أضرب مني بالبنات وأضرب من كذا
كذا وكذا، وعندي برضه اختي قدوه ليا في البيت، فحاول بقدر الامكان تساعدين ان انا اصل الى هذا الايه، اذا هذا الامر في الزواج. فلذلك المشاركه مهما كانت هي كلها حميده. ليه؟ لان في مشاركه بيتحمل معها الجميع، واحنا عندنا الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراقي. وكذلك اب، من اللي بيعد الام؟ نعم، هو الرجل أولا بيعد. نعم، هذا الأم. نعم، فلو أعد الرجل أما صالحة أخرج بيتا صالحا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا كلها صالحة وأن ينفع بأولادنا جميعا، اللهم آمين. إذن مشاهدينا الكرام، هي مسؤولية الأب والأم هذه الأسرة أن يكون هناك مصادقة، أن يكون هناك محبة مودة داخل الأسرة، مصداقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم أصلح أبناءنا واجعلهم هداة مهديين يا رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين فضيلة الدكتور مؤمن إبراهيم الخليجي من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك فضيلة الدكتور، بارك الله فيك. أشكر أيضا ضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد سعد محيسن من علماء وزارة الأوقاف. أيضا أشكرك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونترككم دوما في معية الله وأمنه، وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.